عبر الهاتف مشاهدينا الدكتور علي الجعراني الناطق الرسمي باسم الاتحاد الليبي العام لروابط أسر شهداء ومفقودي ثورة 17 من فبراير. دكتور الجعراني حياك الله. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بكم وأهلا بمشاهدي قناة التنظيم. في البداية يعني هل أنتم معترضون على عودة أهالي تورغا إلى مدينتهم؟ لا، في الواقع أسر شهداء ومدينة الفراق بالكامل ما فيش اعتراض على حق العودة لنزحي تورغا، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يفترض أن تسوى، وباعتبار المجلس الرئاسي هو الراعي لهذا الاتفاق، يعني يفترض أن يراعي بعض من الأمور التي تتعلق بأسر المفقودين اللي لهم علاقة بعودة النازحين لمناطقهم يعني. وبالتالي نحن نخشى من ضياع حقوق المفقودين واختفاء معالم المقابر لأولئك الذين اختفوا، سواء كان من النظام السابق أو حتى من 17 فبراير. نحن في هذا الشأن بالذات نحرص أن كل المفقود يتم التعرف عليه وأن يذهب الجثمان إلى أهله ويطمئن أنه هو توفي ويدفنوه في المكان الذي يريده. ولكن القفز اللي حدث من المجلس الرئاسي على الاتفاق المبرم بين رابطة مصدر تورغا وكذلك ممثلين عن تورغا، أن كان في إجراءات معينة حتتخذ من بينها جبر الضرر، وإحنا اعتبرنا أن جبر الضرر تطبيق قانون رعاية أسر الشهداء المفقودين، وخاصة فيما يتعلق بالمفقودين وعدم المساس بالأماكن التي حدث فيها نزاع مسلح. ونحن نعرف مجموعة من المقابر تم اكتشافها، مجموعة من المقابر لم يتم اكتشافها في منطقة تورغا تحديدا، وبالتالي نحن نحمل المجلس الرئاسي ضياع هذه الحقوق. أن حقوق طيب نشترك فيها حتى من الطرف الآخر في حالة ضياع هذه المعالم، والمنظمات الدولية التي تشتغل وعندها خبرة في هذا الموضوع سوف ترفض الدخول إلى أي منطقة صار فيها تغيير للمعالم مخافة أن يتم البحث عن المفقود وتحقق من هويته، وبالتالي نحن في خطر قد لا يشعر به الرئاسي، لأن الموضوع قد لا يكون بذات الأهمية بالدرجة الأولى كما هو لأسر المفقودين تحديدا، وبالتالي نحن نحمل الأفراد التي وقعت على هذا الاتفاق. طيب دكتور علي، نحن نتابع هذا الملف، فأذونا بقفز. اسمح لي بسؤال فقط دكتور علي. نعم. موعد عودة تورغا. المشكلة. طيب دكتور علي فقط اسمح لي بسؤال، يعني دكتور علي. وبطريقة أخرى بعد وفاة المرحوم محمد الشكاوي مباشرة. طيب دكتور علي. دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بهذا الاتفاق. طيب دكتور علي، يعني لو تسمعني فقط اسمح لي بسؤال. هذا استحقاق يفترض أن يتم لأسر المفقودين سواء كان أتباع النظام السابق أو حتى من طوال 17 فبراير. ولكن احنا نمثل الطرف بتاع 17 فبراير. دكتور علي هل تسمعني أم لا؟ وكذلك الأطراف اللي وقعت على هذا الاتفاق. دكتور علي هل تسمعني؟ دكتور علي. دكتور علي، يعني لو تسمح لي بسؤال إن كنت تسمعني، تحميلكم للمسؤولية أو لمسؤولية ما ذكرت من مشاكل أو من تخوفات قد تحصل بعد عودة أهالي تورغا، لماذا لم تحمل إلى لجنة الاتفاق من مصراتة وهي التي تعي معاناة وشاهدت حتى ما حدث في عام 2011 وتعي جيدا مدى حساسية موضوع تورغا بالنسبة لأهالي مصراتة، لماذا لا تحملونها هي المسؤولية؟ هي المسؤولية يعني مشتركة يعني بين الطرفين، سواء كان الأطراف اللي وقعت الاتفاق ويسمى اللي صادقت على الاتفاق كذلك برعاية المجلس الرئاسي. وبالتالي نحن لا نعفين من هذه المسؤولية، ولكن لما توصلنا على المجلس البلدي أفادونا، وممكن من ساعة فقط كذلك خرجت من اجتماع مع ممثلين عن المجلس البلدي، أفادوا أن هناك قفز واختراق للاتفاق من المجلس الرئاسي نفسه. طيب يعني هم كل واحد يحمل في مسؤوليته الاخر، لكن ما هي طبيعه الاختراق الذي تحدث عنه؟ بقاء المعالم، وطلبنا من طيب من الجهات التي تقوم باعمال تنظيف المسارات، طلبنا الوقف الفوري لكل الاعمال الجاريه سواء كان في مدينه ثلث وكذلك في منطقه تورغا، حفاظا على المعالم المقابر التي دفن فيها. طيب يعني ما هي طبيعه الخروقات والقفزات التي قام بها المجلس الرئاسي على الاتفاق والتي تحدث او حدثكم عنها ممثلو المجلس البلدي؟ اول شيء جبر الضرر لم يتم كما هو متفق عليه بين الاطراف اللي هي رابطه متضرر تورغا
والمجلس الرئاسي ووعد المجلس الرئاسي بجبر الضرر ودفع القيم المستحقه للاسر التي تضررت من تلك الجرائم. الامر الاخر ما كان في تحديد لموعد محدد معين للعوده لان كان في استحقاقات اخرى تخص ايضا اسر المفقودين، وبالتالي كان هناك يعني استباق ووضع العربه قبل الحصان، وهذا امر خطير جدا وخاصه في بعض الامور التي كنا ننتظر ان نسويها مع الحكومه لكي يكون هناك تقدم في ملف وانجاز ملف المفقودين، وان يكون هناك فرصه لمنظمة دولية اللي هي معروفة بالبحث وتعرف عن المفقودين يعطي التقرير بتاعهم الكامل عن منطقة تورغة ان تم استيفائها بالبحث والتنقيب عن كل المفقودين، وبالتالي هذه الاجراءات كلها لم تحدث، وبالتالي الامر قد يكون خطير على موضوع يتعلق بالمفقودين سواء كان للنظام السابق او حتى من 13 رايه، ويهمنا احنا حتى اتباع النظام السابق ان يتعرفوا على المفقودين. هناك من رفض من اتباع النظام السابق ان هو يقيم ببعض الجرائم وعنده معلومات مؤكده ان تم تصفيتهم، وفي اللي حطوه حتى في تهريج مياه يعني. طيب هل لديكم طيب الموضوع الجميل نعم. قد تختفي طيب هل لديكم تورغه لمنطقتهم، وهذا حق مكفول لهم وتكفل لكل وخاصه الذين لم يرتكبوا جرما في حق مدينه نصران. طيب هل لديكم اسمح لي فقط دكتور علي اسمح لي فقط، هل لديكم قوائم للمطلوب لمطلوبين بشخصهم ربما قد يعلمون اين تقع بعض المقابر الجماعيه؟ هل لديكم اسماء قدمتموها؟ هل تواصلتم مع لجنه الاتفاق من مدينه مصراته ام لا؟ دعني من المجلس البلدي، لجنه الاتفاق، وهل لديكم اسماء للمطلوبين؟ الامر مقصود المجلس البلدي يتحمل المسؤوليه، هذه بكلام متحمل كل المسؤوليه وكل ما ينتج عن هذا الاتفاق، وبالتالي هو اخص فئه معينه من مصراته دون غيرهم من باقي الاهالي مدينه مصراته. نحن نعرف القضايا التي حدثت والتي سقطت على مصراته من منطقه تورغه اصابت الكثير وليست المناطق المجاوره لمنطقه تورغه، وبالتالي الامر من البدايه كان معالجته بطريقه خاطئه وخاطئه جدا، ونحن نرى ان الموضوع ان الثنائيات ومحاوله يعني تصغير المشكله وحصرها في عدد معين من المتضررين هذا طبعا خطا كبير، ولكن نحن نتمنى ان يتم معالجه الموضوع في اطار قانون العداله الانتقاليه واقرار مبدا عدم الافلات من العقاب. طيب الامر الاخر نعم. الامر الاخر ان بعجاله فقط دكتور علي الممثلين عن تورغه وخاصه المسمى جاب الله الشيباني وتصريحاته الخطيره اللي قالها على الملا امام مجلس النواب او ما يسمى بمجلس النواب، هذه يمثل شريحه وشخص منتخب عن منطقه تورغه، وبالتالي حتى اهلنا في تورغه ما همش متفقين عليه الطريقه اللي تم بها ابرام الاتفاق، وبالتالي عندنا طرف اخر رافض رغم قبول كل اهلنا في تورغه، وعندنا ملاحظات كثيره على الاتفاق، ولكن فضلنا مبدا مصالحه وطي صفحه الماضي، ولكن طرف كبير جدا يمثل اهل تورغه في المنطقه الشرقيه نعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي الجعراني، ربما قد نناقش هذا الموضوع باستفاضة في أحد البرامج، أعذرني فقط لضيق الوقت. الناطق الرسمي باسم الاتحاد الليبي العام لروابط أسر شهداء ومفقودي ثورة 17 من فبراير.